قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية. يابا ليش الناس يلوموني بحب الفلسطينية؟ قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية. لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني، انا قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية. الزيتوني والها عنوان معروف لكل الاخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية. يابا بيكفي يا مغتربين، نادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية. انا بناشد باسم الجمهور، وكل واحد بيجي له دور، نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية. أعزائي المشاهدين، كمل برنامج حروف وطن اليوم، تحط رحالها وتزور قضاء جنين للشمال من مدينة جنين وبلدة عربونة. بلدة عربونة منين جت التسمية؟ شو راح يخرفونا اختيارية عربونة؟ حبيبي أبو هشام، إحنا بمعيتك وبمعية المشاهدين، حطوا فناجين القهوة اللي في ايديكم والحقوني تنخش على عربونة. يلا دخلنا على بلدة عربوني قضاء جنين للشمال، هي الشمال الشرقي من جنين، مباشرة على مكتب رئيس المجلس القروي. بده يعرفنا عن حاله، ومرحب فيك ببرنامج حروف وطن. اهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. هاشم ابو حسن، رئيس مجلس قروي عربوني. عربوني للشمال، الشمال الشرقي، اخر منطقة الشمال الشرقي لمحافظة جنين، لمدينة جنين، تبعد عن جنين حوالي 11 كيلو. عربوني مباشرة، الأسئلة المعتادة، عربوني منين أجت التسمية؟ شو أصلها حسب التسمية؟ كلمة يونانية اسمها بوني، بالأساس كان اسمها بوني، سكنوها في المرحلة السابقة عرب، صار اسمها عرب بوني، يعني عرب تم بوني. جم... نعم، العرب كانت منفصلة بالأول، عرب لحال بوني لحال، هلأ تم جمعها بكلمة اسمها عرب بوني، ومن الفترة القديمة متعرف عليها عرب بوني. قرية قديمة جدا، كان سكانها في الماضي يسكنوا في المور وفي البيوت القديمة، اليوم وضعها تطور وتحسنت في ظل التطور اللي صار عندنا بالمرحلة الأخيرة، وصارت تقريبا يعني عدد سكانها حوالي 1500 نسمة. في منها مغتربين؟ في جزء كبير منها مغتربين، لأنها هي على الخط الفاصل لحدود 48. كل القرى اللي منها والشمال تم هدمها بشكل كامل، زي قرية نورس، أيوة، زي قرية المزار، يعني لا تبعد عنا كيلومتر. القرى اللي تهدم من حواليها جيلنا، يعني مزار مزار وقرية نورس، هن أقرب قريتين وزرعين طبعا. معظم سكان هذه القرى أجا في الأول سكنوا عربوني وبعدين
انتقلوا إشي إلى خارج الوطن في الأردن، إشي في المخيمات، إشي هون، إشي جزء بسيط منهم ظل موجود عندنا. طيب العائلات الحمائية العشائر الموجودة في أربوني؟ عندنا العائلة الرئيسية عائلة أبو حسن، وطبعا هي أبو حسن ونفس العائلة بني حسن، يعني في جزء هيك مسمي هيك مسمي هيك مسميه بني حسن وأبو حسن، بس هم نفس حسن. الأصل ونفس العائلة بس هيك بالهوية، يعني في ناس بسموا بني حسن في ناس بسموا أبو حسن بني حسن، بس هي العائلة الأساسية والرئيسية أبو حسن. في عنا عائلة السعدي اللي أجوا عنا من المزار ومن المناطق المحيطة فينا اللي تم هدم قراهم بالمرحلة السابقة قبل 48. وفي عائلات برضو صار عملية نسب، صار عملية كذا، زي الزبيدات، زي الحشاش، زي ملاح، زي كذا، هذول عائلات بسيطة يعني أفراد، عدد أفرادها، لأنه غالبيتهم يعني أجوا وسكن هون بواسطة النسب وبواسطة القرابة. يعني عربوني أو عربوني كلنا عدد السكان وكلنا أسماء العائلات، مساحتها في الدنمات قديش يا أخي؟ يعني مساحتها كمساحة، طبعا عربوني أرض زراعية 90% من أهلها يعتمدوا على الزراعة، مساحة أراضيها حوالي 7000 دنم، تم اقتطاع جزء كبير منها بمرحلة 48 ومن ثم مرحلة الجدار حوالي 1500 دنم. حاليا عربوني من الشمال تقريبا الجدار أكل معظم أراضيها، ومن الجهة الشرقية ظل امتدادها بس للجهة الغربية والجهة الجنوبية. طيب جيرانها من القرى الموجودة؟ الجيران هالأساسية من جهة الشرق فقوعة، ومن جهة الجنوب دير غزالي، ومن جهة الغرب الجلمي وعراني. وعراني نشكر هاشم أبو حسن، أو زي ما قال هو بني حسن، كل الاحترام له، إنه اللقاء معه في نهاية الحلقة. حبيبي أبو هشام، قدامك حارات شوارع بلدة عربوني، إحنا نقول عربوني بخصوصها أمنية زي ما تفضل رئيس المدرسة إنها عربوني، قدامك الحارات والشوارع كزفين، خليها المشاهدين أبناء عربوني أو الموجودين خارجها وأبناء شعبنا داخل فلسطين يتعرفوا عليها. حبيبي أبو هشام. في بلدة عربوني قضاء جنين جابنا هاشم رئيس المجلس القروي، كان ناخذكم عند الحج البركي، عرفنا عن حالك. زياد ابو حسن العمر قديش الاول؟ 60. زياد ابو حسن، شو بتعرف عن عربوني او شو بقى يخلفك هالختيار عن البلد؟ بكت قبل حواش عيله وحده ولا حمايل كل حموله لها حوش لحالها؟ بالنسبة لعربوني، هو الاشي لمحة تاريخية قصيرة خلينا نعطيكم عنها. اول شيء تمتد للعهد اليوناني القديم، سكنوها هون اليونان، واللي بتدل عليهم اثارهم طبعا من المقابر اليونانية القديمة. اسمها بعني باليونانية المهرة او الخصب، معنى سبلة القمح، هاي اسمها معناها بالعهد اليوناني القديم. طبعا دخلت عدة مراحل، دخلت المرحلة العهد الإسلامي إلى آخره. طبعا سكن هاي المنطقة في السابق بني حارث من فقوعة لمنطقة اللجون، كان ساكن فيها عائلات عزمة تركية اللي هي بني حارث. هلا بعد الفترة التركية طبعا صار في تغيير وتبديل للسكان، أجت عائلة بني حسن المعروفة حاليا أبو حسن هون، سكنوا هاي القرية واشتغلوا فيها كمزارعين كل أشكال وأنواع الزراعة، من أغنام، من زراعة بعلية إلى آخره. كان في هاي البلد عين مي بير اسمه بير المسناوي، هذا البير كان يغذي المنطقة في المية لكل احتياجاتهم، وكان يغذي كمان المنطقة المجاورة مش بس منطقة عربوني. طبعا اشتهرت بزراعة البعلية وتربية المواشي بشكل أساسي هاي البلد. من الآثار اللي فيها كان فيها عدة مقامات، مقامين بالأحرى، مقام العالمي ومقام العجمي. واحد منهم كان لفترة قصيرة موجود، اندثر في المقبرة في وسط البلد، هذا اسمه العجمي. وكان محل المسجد حاليا مقام اسمه العالمي، كمان اندثر لأنهم بنوا بحجارته المسجد الحالي.
بعرفش شو بالضبط بدك بالتحديد. يعني حكينا احنا عن اصل البلد، قلنا انه وقت عيون مية او بير مية. بير مية موجود لحد الان. بير مية وفي اماكن تاريخية وفي اماكن في هو المكان التاريخي بير مية، هذا بير قديم جدا. بير قديم. هاي قديم جدا وكان يغذي المنطقة ويغذي البلد. التعليم فيها، بتعرف التعليم فيها من وين حسب معلوماتك؟ أول شيء خليني أعطيك عدد سكان البلد، يعني البلد رئيس المجلس على كامل العائلات وعدد السكان. عدد السكان حاليا. هسا بالنسبة للتعليم، أول شيء بلد زراعية وفقيرة، كان نسبة عالية، اعتمدوا بالسابق بنسبة عالية جدا على الزراعة كمصدر دخل ومعيشة. فيما بعد صار في تحول بال67 انه تقريبا صار في تدني المساهمه في الزراعه لصالح المساهمه في العمل في داخل اسرائيل. بلش تحول يعني في مصدر الدخل، وهذا الحكي اثر على شكل مستقبل البلد وتاثيرها على كيف فكره حتى، يعني بدل ما يتجهوا للتعليم كان يتجهوا للعمل في اسرائيل، للعمل داخل اسرائيل. فكان غالبيتها عمال في داخل اسرائيل، لحد عهد قريب بلش يصير النمو في الجانب التعليمي، خصوصا لما صار التسكير بلش يلتبطوا انه مساله العمل وسوق العمل في داخل اسرائيل مش منتظم وممكن يتغير، فبالتالي بلش الجيل الجديد يتوجه للتعليم وركزوا عليه اكثر في الفتره الحاليه. حاليا نسبه التعليم تقدر تكون حوالي 70% من الناس اللي هم صاروا يتجهوا يكملوا باتجاه الجامعه. في السابق ما كانش 2%، بس حاليا صار تطور وهذا ملحوظ كثير صار بين الناس. بدنا نسألك سؤالنا الأخير، تتذكر المختار آخر مختار للبلد مين؟ كان المختار المرحوم محمد سعيد أبو حسن أبو لهاشم. مو آخر مختار؟ هو آخر مختار، وفيما بعد أجا مختار بعده كمان لفترة قصيرة اسمه الحاج أحمد. الحاج أحمد. أيوه. بنشكرك حبيبي ابو هشام، تم جولتك وكزلتك في شوارع بلديه عرب بوني. حياكم الله. احنا كبار البلد والشور بيدين، ننهار على السبع ما يقدر يحاكينا، واحنا شباب البلد واحنا كراسيها، واحنا سيوف القناة مركزات فيها. في بلدة عربوني والعرب بوني، يعني عرب بوني حسب ما حكى لنا هاشم رئيس المجلس والحج اللي بكينا عنده، بوني يعني المهرة، معناها عرب المهرة والخيل والخيالي والبارود. كيف حالك حاج؟ عرفني عن حالك. الحاج أسعد عباس أبو حسن. أبو حسن قديش العمر من الاخر؟ مواليد 24. جبت الماكينه معك تحسب له هاشم؟ 93 عام. 93. والحجه شو اسمك؟ من اي حموله؟ من بني حسن. من بني حسن؟ حمولتك بني حسن، شو اسمك الحجه ايش؟ حجه زريفه. الحجه زريفه يا زريفه الطول الحمص بلد. وانت شو اسمك حجه؟ زهريه امين. من اي حموله؟ بني حسن. بني حسن، يلا حيي عشايد بني حسن وين ما بكو. والحجه؟ وانا من عرب بوني من قضا جنين من دار ابو حسن. من دار ابو حسن. والحجه؟ تمام يوسف من عرب بوني بني حسن. بني حسن، يلا حييتن. هسه بدي اسالكن ولا اسالكن عن ذنوبكن؟ مش هيك بقولوا؟ بدي اسالكن ولا اسالكن عن ذنوبكن؟ هسا اللبس انت اللابسته هذول لابساته هيك بكين يلبسن قبل؟ نعم. امك وحماتك هيك بك لبسها؟ لا هيك بك. شو اسمه هذا؟ هذا اسمه فستيان. فستيان. وانت هذا شو اسمه؟ فستان فلاحي. فستيان فلاحي. فستيان فلاحي. انت هذا لما بترجع من الحج بلبسنه هذا؟ نعم هذا لبسنا. بكيتك فستيان انت ثاني؟ لبسي ما تغيرش. وانت شغل مدن؟ أنا ما لبسش فستيان. ما لبسيه فستيان ليه؟ ما لبسش نهائي. ليه باكي بتمدني؟ أنا ما عشتش هون، عشت بجنين. بجنين في المدينة يعني. حج هذا اللبس اللي لابسه لبس أبوك وسيدك، شو بك لبسهم قبل؟ كنابيس. قنباز وجاكيت ولباس. وحطه وعكال. أبو دتشي. أي نعم. وحطه وعكال. أي نعم. وهي الحكمة الدشاديش ولا هذا؟ لا بيجي. بلبسه
كنابيز روزة مثل هاي. كنابيز روزة مثل هاي. بالشتوية بنلبسوا كنابيز أثقل. أها. أي نعم. هسا بدنا نخلف عن شغلة. حاج لما تجوزت قديش بقى عمرك؟ بقى عمري 22 سنة. قرابتك لأخذتها؟ هاي بنت عمي اللي جنبك. هاي؟ أي نعم. أتحليتها يعني؟ أبدا بنت عمك أبوي. نزلتها عن ظهر الفرس؟ أبدا. أبدا. آه ولا. وغلى عليك؟ قديش أخذ منك فيد؟ أخذ 130 ليرة. كاملة مكملة؟ أبدا. من هنا الذهب والكسوة والشيء؟ كسوتها وذهبها. آه. بكيت شايفها أنت قبل ما تأخذها؟ من عايش أنا وياها بدار عم أخ أبوي. أقول لي يعني في دار واحدة؟ كل عم أخ أبوي. نكاوة عينك يعني. وانت وافقت على طول انت بس كان بده ياخذك ابن عمك. ابن عمي بدلك احكي ابن عمي عكل منه حبه عيني ابن عمي مشيت بكلين ابن العم بنت العم لابن العم شو ما بكت وابن العم لبنت عمه اه شو ما بكى عضت شو ما بكى لبنت عمه لا هذا بدي ولا هذا بدي بش بدي والزيت اذا تحضر له اصحابه امن ليه من معجه اه امن من طابوها خلاص هي بتكبل عمل لك عرس ابن عمي ولا عرس تك الله زمانه يا هاتي خلفيني يوم عرس الشيف منيح بكت هرسي حماتك بكت موجودة بكت موجودة وكل البلاد عزموها من كل البلاد وصمدوك يا مسعدي ولا بالعكد بعكد دار ابوي اه عكد دار ابوك ولا وجين حنينك ولا يجين اليوم اه ولا حنني يوم اطلعوني ركبونا على فرس بيضا وكدي بك عمرك 17 سنة أصغر منه بخمس سنين آه آه شو بك لبس الصبايا زمان مثل هيك مثل هيك آه الصبايا غير عن النسوان المتجوزات يحطن عروسين بكن آه ولا بكن أحطن عروس مناديل البنات المش متجوزات والنسوان المتجوزات يحطن خركة زي هيك ولا شو لكن المرة تتعصب بمنديل أخضر والبنات يلبسن مناديل نقيل آه مشان تعرف البنت من المرة البنت من المرة اه قلت له العبوش عرس عرس ولزقت الخميلة على الباب مشان تخملي وتعملي ولا ما لزقتها ولا تضحك الحج هناك هذيك مدني تبوني على فرس بيضة أصيلة والعبال لأبوي حرير بيضة يوم النتفات على الباب حتى تدش على راسك وانت طالع ولا منديل أخضر منديل اخضر مسعدي آه ولا وزفوش للحج هناك اه ولا ايوه باكي حليوه الثاني ما هو ما شاء الله عنا ايوه باكي شباب منيح والحمد لله الحمد لله الحمد لله وانت جوزك موجود ولا الله يرحمه الله يرحمه قرابتك ابن عمي احكينا بعض بنات العم اه ولا دفع فيك كثير يعني 100 ليره ولا 200 200 جابت من جنين ولا بكيتها؟ لا من جنين جابني اتجوزتي على طريقة اهل جنين ولا الكليهان؟ لا هناك بيعملوا حفلة وانا عادي عزمني عمي لما جابوني عزمني عمي ابوها وبعدين المغرب رحت عبيت عشتي مع حماتك؟ لا قعدنا شوي اكم من شهر ورحت معه بكى بالجيش الأردني اه بكى بالجيش الأردني هو اه موظف يعني في الجيش العربي يعني من فلسطين للأردن عشت انت حماتك انت ما هي اختي اها وهاشم ابن اخوي والطوابين احنا ما لنا في هاشم الطوابين والشراديش بكينا نخبز على الطوابين وتكلع على الشراديش احسن من خبز اليوم احسن من خبز اليوم وانت يا مسعدة وانا ما عندي ابوي ها الحج الله يرحمه ولا موجود؟ لا الله ان شاء الله الله بيرحمنا كلنا موجود الحمد لله قرابتك؟ اخوه شو انتم ماخذين كلياتكم عيلة واحد انتم شايفكم اختي واخوي اخوه يعني هاي سلفتك؟ اه هاي سلفتي وهذا بن عمي وسلفي هاي سلفتك؟ اه وهذا ابوي بن عمي اخو ابوي هاشم ابو حسن وهاي مرت عم اخ ابوي وهذول البنات الحج موجود انت ولا الله يرحمه الله يرحمه صار بيت 30 سنه قرابتك لا جبنا من بيت كاد من الملال جابوش غريب انت بكى مهل الغريب اللي من بلد ثاني اصلا من بنت البلد رد بتعرف تطلع غادي اميش انت انا انت بكى الغريب يجيبوها اغلى من بنت البلد معلوم بنت البلد بتشون ما هو بن عمها خبوها ما هي طالعه من دار ابوها عابره على دار عمها اه
وين بدها تروح؟ شو ما كان هاي المرة جبناها من بيت كاد ومرت عمي والحمد لله رب العالمين عشنا احنا وياه وخلفنا جابوك الفاخدة ولا على الخيل على الحصان لا تشبوك الا مشي على فرس ويدك على راسك؟ اه ولا ايد على راسي ولا ما تروح بيت كذي بك عمري لما تجوزتي؟ بك عمري بيجي 18 سنة 17 سنة اه من جاي وانتي لما تجوزتي ابن عمك كذي بك صرتي سلفة اخت هذا الحجي اه انا سلفة الحجي قديش بك عمري؟ 19 واربعة اشهر اخا حافظتي مش ناسيتي هاي سلفتك؟ سلفتي وبنت عمي كيف انت ويا امي ما شاء الله شو انا وياها لو انك بكيت تشوفنا شو بكيت اشوفكم وقف استني قصتك قصه احنا شو بكيت تشوف مالكه بالضراير صار ومالكه بالسلف حتى شو بكيت ما يهمنا يعني بكيت انت وياها في دار واحد عايشات لا في حوش واحد يعني لا هم طلعوا من دارهم الفوكه اللي عند دار عمي وبنوا هاي الدار قبل ما طلعت انا عنهم قعدونا مطرحهم والحمد لله كيف بكى العرس زمان شو بعرفني شو طبخوا لك يوم العرس طبخوا لي فتشرات لبن ورز وشرات رز ولبن وشرات خبزنا عصات هلا ما هو على مزاجي بكى لك قصه الحج فتش راش طبخوني والله فتش راش هلا وسأل عمي هاي عمي تبير بعرف كل عرفات ما احنا لليوم للمناسف بنشتري خبز ركيب اه والله مناسف عملوش يعني انا بعرف بك انا نسكب الكونت العجين ونسكب الدباس الكبار وطلعوك بفاد وطلعوك بزف وطلعوك بزف انت الثانية شو الزفة انا بدري روحت عليهم خلاص قلت لكم والله ما عمزاجها قصة جلالة عبالة لا الحج ولا الجيزة وانت اللي جابوك غريبة شو بك طبخة العرس ايامك شو بك طبخ العرس بك فتش رات ولبن ولحم كل شيء بكت الناس الدحبر الدحبر اللي هاي وزطوها مش مثل اليوم من محارك قبل شو بكت غنانة احوي الخيال الطارد بالسهل والخيولين وقوم اطلعي يا نايفي والخيل واقفي ورتبونا على هالفرس غنوا لكم اطلعي من يمك انت غنوا لكم اطلعي من يمك دبع محكوك وعم انا مش صاحي ولا شيء شو هالحجة هذي مات الحج وسكرت ملفه وعملت ديليت لكل الذكريات تاعينه بزبطش هذا الحجي يزبط شو بدي اسوي كيف ولا شو خلص يا ايام الشباب ايام العز أنا صاحي. ايام هدايا بنت 75 سنه بدها تصحى شو تعشت امبارح طب ليش قعدت مع بنت 95 سنه خضله بطني عرسها كامل انا بعرف ولا انت اللي بدي ولا ذات كل فتفوتي ولا ذات كل لحظه عشتيها انت بس انت اللي بدك ايش ولا لا انت يا خس يا العمه شو سووا انا شو انا شو شو سووا لك ما يعني جابوش نايمه ما انت صاحي بكي هم بحاره وانا بحاره بدريش طبخ ما طبخ طبعا شو ما تعشيتي شو بك شو بك يفطروا العنسان شو بك يعشوا تعال من الشمس شو بك شو ضبوا المعلاق شوي من المعلاق للعنسان هي القص لا العريس القص هيو ها للعريس بقول لك اسالوا مش بقول لك اسالوا عشتي مع العيله من كلج ولا بكى في طوابين تزبلون هسه انا عندي طابون هسه بخبز على الطابون وعندي طابون الحمد لله رب العالمين طب بتخلفن بناتك وجنانك كيف بكت المرة زمان المرة زمان عوني لجوزها وجنتي بتخبز على الطابون تتحمل تصبر على الكله والجوع الحمد لله صابرات بكت كله قبل الناس شو يعني ولا صابرات يعني اغلبيه طبيخهم كليات جريشي وش اسمه هذي ابو برغل ومش عارف ايش وهذا المفيد انت بنت مدينة انت انا بنت مدينة بس انت بنت مدينة انت الطبخات راكي بقيت التوجل انت جيت على القرية هنا لقيت البرغل في وجهك ما نعيشت برا انا تفضل مغتربة باكي كان ناسي كل شيء مش ذاتي شو طبخوا ولا سلفتك بتودي على بتودي على الخضار انتي ذبحوا لنا ذبايح وخرفان سمعيها واللي بكى يجي على العرس يجيب ذبيحته معه يا يجيب شوى الرز اللي يعزموا العزايم بكى في نكوت للعروس ولا
نقطوش انت مجدات شلي؟ لا لا نقطونا شلم. الحمد لله لذات الشلم، الحمد لله لذات الشلم. يغلب علي ذات اسمه انه نقطت الشلم عشان اوجه له التحيه اللي تذكرتي. نقطوني شلم. نقطوها شلم. اتذكرت من جل العنس، لا الطبيخ ولا الفادي ولا اشي، ولا اتذكرت الشلم بس نقطوها الشلم. ولا ماله والله بكلكته. العريس والعروس. خالي نقطني ليرة ذهب. وعمي نقطنا 10 ليرات. وبكن ال 10 ليرات جبن دلم وطاب هذاك الوقت. بس انا مش متذكر اشي، والحمد لله رب العالمين. اللي سوالي يا ابوي فادي 150 ليرة، واللي سوالي يا ابوي شو واحد من بنات عمامي وكربات السوالهن مثل ما سوالي ابوي. اخر ما ظل معاه 20 دينار، قال لي يابا هذول 20 دينار تسامحيني بيهن ولا تاخذيهن؟ قلت له لا بدي اياهن. من باقي 150 قال لي عاد بدي اطلع لك ماكينتك معك. شو ماكينتك هذه؟ ماكينه الخياطه. انطاني بدال 20 دينار انطاني ماكينه خياطه. باقي شاطه تخيط انت؟ بخيط ولا من 59 وانا خيط. الحج بالضبط. كيف العرس بك زمان؟ خليك عرس شنو؟ عرس سبع ليالي بك. ايوه نعمل سهره سبع ليالي. سمعها شايف. وبعدين يوم عرس حضر ابراهيم العرامي، بتسمع فيه؟ ايوه العرامي ابراهيم الله يرحمه، هذا من بلاد قبله. شو بعرفه فيه؟ طيب قول لي وعملوا لك زفه على الخير. والخير اللي بكت الطارق من بقى في بقى حدا عزمك حدا على على الحمام عنده في الدار؟ ولا احنا كنا عيله واحده هنا، ابن عمي اللي ابن عمي اللي خالي اللي كنا عيله واحده هنا. ونقوط بقى في جيبتك ولا خلف الله ابو فلان نقط شلم عليا؟ يعطولك انا نقوط للعريس. ولما العريس بده يروح على عيلته ياخذ اللي بلزمه والباقي يعطيه لابوه. لابوه؟ اي نعم. نعم. اما اللي بك يجوا من القرى. انصمدت انت جنب على الحجه؟ احنا ثلاث بكينا مع بعض. ثلاث عرسان. صمدوك جنبها؟ شو اقول لك كيف ولا شو جاي يتفرج عليها؟ ابن عمي ما هو الاخراني اللي تجول معنا. صمدوكم مع بعض؟ هو اخوه مع بعض. احنا العرين عمته. كنا ثلاثه بعد الدار ابوي. اجت امه طقشت روسكم في بعض؟ مالك قلت فاطمه شلش تقعدي شده فاطمه طقش روسكم مع بعض واسكوكم من البريك هذا اللي بقوا يحطوا فيه مية سجاره. اسكوكم من البريك اللي بقوا يحطوا فيه مية. تجوزكم مع بعض. هسا بدي اسالك بقى العريس الختيالية او قرايب يربطوا له على الباب قبل ما يفوت عند العروس؟ ما ربطوا لك ايش يعني؟ بكوا يخافوا عليه من الفرحه. في بكرة ذاك منطقه بشان هاي بكا. بكوا يكسروا العريس بالعصا قبل يفوت على عيشته. على الباب يربطوا. طب شو بالعصا قبل ما يفوت على الصمده؟ مشان يفوت غضبان قال يا سيدي. ما يفرحش ينعكد. بفوتش على عروسته غير تتبهدلوه. هاي العادي بكت منطقه بشان عندنا نعمه بيك من هاي. بكت في اغلبيه الكرة هذه. ابدا. بكت امه؟ تطقش روسهم في بعض؟ تطقش روسك انت؟ لا كان ابن عمي. ما صمدتيش معه؟ كان ابن عمي مرض، كان هذا مخيم جنين، كان مركز تدريب للبوليس الانجليزي، وعزمنا هون. اجوا بيطلع 7-8 انجليزي هون، اجوا على العرس. هو ابن عمتي كان ثاني مرض. قد ايه جمعت نقوط انت حجي؟ والله ماني صاحي. هاي بتقول لك شيلن انا؟ لا تصير لميت. تصير لميتي؟ طيب بدنا نضيفكم من الأدز هذه صناعتنا الوطنية، ومعاي هديتين. لمين أعطيه؟ يلا شغل السلف ورلين إياه. لمين أعطيهن هذول؟ هذول هديتين وانتن أربعة. لمين أعطيهن؟ كل سنتين بهدية. شلت انت هاي تعجنين المدنية، هاد شلت انت اللي بهدية بتكون جن. وهذا مشي للمسكيني والحجة. انت اخو العموم وبتمون. انا بمون؟ معناها الهدية الاولى كل جن؟ مش بتكون انتم كرابات؟ كرابات وبني حسن؟ كلنا بني حسن. شلتن بني حسن؟ تخلصين انت حضلات تاخذ انت تعطين انت تدبر الروس. انا بتدخلش حبيب ابو هشام.
الله معك. يلا عشوالة عربوني. أعزائي المشاهدين، من شنو وصلنا لنهاية حلقتنا في بلدة عربوني قضاء جنين. بدأنا مع السيد هاشم رئيس المجلس القروي، بنختم معه. هاشم، إذا في عندك رسالة في دقيقة حابة توجهها لأهل بلدك عربوني أو للمغتربين أو لأي كان، إحنا وياهم نسمع. إحنا أول شيء بنشكركم على هذا البرنامج الحلو اللي رايح يشاهده ناس كثير سواء من عربوني أو من الكرة المحيطة فينا. وإحنا من هذه القرية بندعي كل أهالي عربوني المغتربين إنه يزوروا قريتهم، ولأنه واقع القرية اليوم اختلف وتحسن وتطورت، وبنطلب منهم إنهم يحافظوا على انتمائهم لهذه القرية، ومنطالبهم إنه يظل في على الأقل تواصل بينهم وبين أهاليهم الموجودين في قرية عربوني. وبنشكركم كثير على هذا البرنامج، وشكرا لكم مرة ثانية. شكرا لك هاشم رئيس المجلس القروي مستضيفينا، ونشكر البيوت اللي احنا دخلناها والحجاج اللي احنا التقيناهم. اشكر كل من ساهم بانتاج هذا البرنامج من الشركات والمؤسسات والمراكز، المركز السويسي لزراعه الطب وزراعه الاسنان المستشار الاقليمي والاستاذ الدولي الدكتور عادل ابو شرخ. ايضا اشكر شركه ومصنع بوزا الادز، وايضا اشكر شركه البريك المنظفات القمويه السيد حكم خنفر. حتى التقيكم، لكم مني نافذ ابو شرخ ومن مخرجنا الاستاذ باسل عطله كل الحب والتحيه، والى اللقاء. قعدي تحت الزيتون بتسوى الكوره الارضيه، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكوره الارضيه، يا بلاش الناس يلوموني بحب الفلسطينيه، قعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني، أنا قعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. الزيتون وإلها عنوان معروف لكل الإخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. يابا بيكفي يا مغتربين، نادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. أنا بناشد باسم الجمهور، وكل واحد بيجي له دور، نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية.